عليكم. اليوم نروحوا الولاية نتاع الشلف اللي نقف على الأشغال نتاع المستشفى مكافحة السرطان. هذا الإنجاز اللي يعني طال يعني أمد الأشغال نتاعو اللي مازال لم يفتتح بعد سنوات من التأخر. إن شاء الله إن شاء الله تكون فيه انطلاقة جديدة. الآن راه في مرحلة التجهيز، إن شاء الله تكون فيه تسريعة يعني آخر الأشغال ويتم افتتاحه في الأشهر القليلة القادمة. أترككم تتابعون والسلام عليكم. أمل للشفاء يفتحها مركز مكافحة السرطان بشلف لمرضى الولاية وساكنة 6 ولايات غربية، تكفله الدولة مكسبا صحيا وطنيا يحد مسار عبء تنقل مرضى السرطان. المكسب إن شاء الله للولاية، لأن ظاهرة ولا هذا المرض راح منتشر بزاف في ولايتنا ولا على مستوى الوطني. نشكر السلطات العليا وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السلطات المحلية اللي فكرت في هذا الأمر. الرئيس الله يجعل ربي يخلصه، هاو دار حاجة منيحة، هاي الناس راهم يسوفروا وراهم مرضى ونطلبوا الشفاء. ماذا بينا هذا السبيطار، الحمد لله يا ربي اللي فرحنا به وقربنا هذا السبيطار فيه للمرضى يستشفى فيه إن شاء الله ويبروا إن شاء الله. وبتجسيد فعلي ديناميكية أشغال متقنة وفق المقاييس الصحية العالمية، يختزل المشروع هيكلا صحيا مكتمل المصالح بتقدم فيزيائي ليقتصر المجهود رتوشات أخيرة قبل استلام المشروع بإيفاء آخر مرحلة قبل التجهيزات. أرنا إلا في اللمسات الأخيرة، نعتزم إن شاء الله مع نهاية السنة وبداية السنة القادمة إن شاء الله يكون منتهي. كذلك الجزء الخاص بمديرية الصحة اللي يخص التجهيزات كذلك راهو عرف الإجراءات ونسب جد متقدمة. دونك إن شاء الله المستشفى راهو سيرى النور إن شاء الله في الأشهر القليلة القادمة. يتربع على مساحة حوالي 53,000 متر مربع، يضم عدة مصالح للإشارة، يضم الجناح جناح المستشفى وليزانكس. ليزانكس مثلا اللي في الويد، اللي لوكو تاع اللي في الويد، التدفئة، التبريد، المحول الكهربائي. كما اما بالنسبه لجناح المستشفى فهو اربع طوابق مختلفه. الطابق الرابع يحتوي فقط على اجهزه معالجه الهواء المعروفه بسيتيا، تسهر عليها ايادي جزائريه من الدراسه للانجاز الى غايه التسليم ان شاء الله. صبغة جهوية ببعد وطني يحمله مركز مكافحة السرطان بشلف، تتضح معه معالم إجزاء منظومة صحية متكاملة متوازنة.